إخواني، إن شاء الله يعني نبدأ بأحد الأسئلة. يعني ونحن نتكلم عن فتنة الأعور الدجال أو فتنة المسيح الدجال، بعض الأشخاص سألوني بمعنى الفتنة، يعني شو معنات فتنة؟ يعني حتى أن أحد الأشخاص يسأل يعني سؤاله عن الممهدين للأعور الدجال، بيقول يعني انه ألسنا الان في فتنة الممهدين للأعور الدجال من الحكام المتواجدين على الساحة. طيب اخواني، عشان نبدأ بهذا السؤال نذكر ان الفعل فتنة بمعنى وضع امام خيارين. فلما نقول فتنة فهي امر يضعك على مفترق طرق، تختار منه شيء من شيئين. ونتذكر إخواني فتنة أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. أصحاب الأخدود إخواني شو سووا؟ شافوا أناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، خدوا أخدود في الأرض وأشعلوا فيه النيران وجابوا الناس وقالوا لهم واحدة من تنتين، إما بترجعوا عن قول لا إله إلا الله أو نلقيكم في النار. هدول الخيارين اللي كانوا موجودين. الخيارين شو بنسميهم هون؟ هذه اسمها فتنة. هذه شو اسمها؟ فتنة. فهذه الفتنة هي خيار ما بين النار أو الحياة. هي على الحقيقة للإنسان المفتون هي خيار ما بين الطاعة أو المعصية. إما أنك أنت بتطيع الله سبحانه وتعالى وتبقى على لا إله إلا الله، وبالتالي قد يلقوك في النار، أو أنك شو بتسوي؟ أو أنك أنت تخرج من لا إله إلا الله وبالتالي تنجو. طبعا الله سبحانه وتعالى يعطينا أن الأمور التي نفعلها مضطرين يعطينا فيها منفذ، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. يعني من قال أو من ادعى أنه خرج من لا إله إلا الله ونجا وهو مطمئن بالإيمان داخل قلبه، الله سبحانه وتعالى يغفر له. إنما إخواني اللي بدنا نوصل له أنه كلمة فتنة هي مفترق طرق، عليك أن تختار فيها المعصية أو الطاعة، هذه هي الفتنة. وفي بعض الناس إخواني تستخدم كلمة فتنة بطريقة خطأ، بتقول فلان فتن علي، شو بعنا؟ يعني حكى شو عملت. هذه الكلمة استخدمت خطأ، لا يجوز نحن نستخدمها في هذه الطريقة. لأنه إذا واحد حكى عنك إنك عملت شيء، هذه ما بنسميها فتنة. شو بنسميها؟ بنسميها وشاية. شو بنسميها؟ وشاي. يعني وشى فيك، حكى شو انت حكيت، هذا اسمها وشاي. الفتنة انه هو انسان يوضعك امام خيارين، والخيارين اما طاعة او معصية. وعند الله عز وجل لما يقوم انسان بوضع انسان اخر امام مثل هذه الفتنة، هذه الفتنة عند الله اعظم من القتل واشد من القتل وأكبر من القتل. فالفتنة أكبر من القتل، عشان نبقى عارفين. يعني عند الله سبحانه وتعالى هذا ذنب. يعني الفاتن شو ماله؟ الفاتن الذي يحاول أن يفتن الناس عن دينهم، هذا كأنه يرتكب ظلم كبير، يظلم في نفسه أشد وأعظم من القتل. اقعد شاطر شاطر، اقعد شطور، الله يرضى عنا. طيب بمعنى يا إخواني هذه فتنة. ولا ننسى إخواني أن الفتنة قد تأتي من الناس وقد تأتي أيضا من الله سبحانه وتعالى. يعني قد يفتن الله سبحانه وتعالى الناس. شو يعني يفتنهم؟ يعني بوضعهم على مفترق طرق، وهذا المفترق طرق إما تختار فيه الطاعة أو المعصية. بس هذا الامر من فين بيكون؟ رباني، مش واحد بيجبرك عليه، هذا امر رباني. شو المقصد منه؟ انه الله سبحانه وتعالى يشوف انت باي طريق بدك تمشي،
في طريق الطاعه ولا المعصيه. طبعا اخواني بدنا نذكر لما نقول انه الله سبحانه وتعالى بده يشوف انت باي طريق، شو بنقصد؟ بنقصد بده يفرجيك حالك، اما الله سبحانه وتعالى فيعلم اي طريق ستسلك قبل ان يضعك امام هذا المفترق. ان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، هو عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى، يعلم الامور كلها قبل حدوثها، اما احنا ما بنعرف. يعني واحد على سبيل المثال بقول لك انا والله امين وقد الامانه واستطيع ان انا امشي في امر، في امانه حملوني امانه وبقدر امشي فيها. ممكن لو حملنا الامانه شو نسوي؟ نفتنه، فبكون هون شو سوى؟ فتن حاله، انه طلب شيء فتن في حاله. واحنا بنعرف اخواني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طلب انه يوضع، انه يتم وضعه على ايش؟ على خزائن الارض. ولكن هل سيدنا يوسف كان على قدر الامانة ولا ما كان؟ كان على قدر الامانة. انما في ناس اخواني تحمل انفسها امانة لا تكون على قدره. لحد هلا اخواني احنا شفنا ثلاث مصادر للفتنة. النوع الاولاني انه انسان يفتن انسان ويجبره على الشر. النوع الثاني ان الله سبحانه وتعالى يضعك امام فتنه، والنوع الثالث انك انت تفتن نفسك بنفسك. هدول ثلاث انواع من الفتنه. هلا اذا وضع الانسان امام مفترق طرق بنسميه الفتنه، اذا فتن انسان ووضع امام مفترق طرق شو بنقول؟ بنقول قدامك طريق من طريقين، اما بتروح للصواب او بتروح للخطا، اما بتروح للطاعه او بتروح للمعصيه. هذول المفترق اخواني بيحددوا معدن الانسان، هل الانسان كان صادق ولا الانسان كان كاذب. وامتى بنقصد اخواني؟ بنقصد من بدايه الخلق، لما الله سبحانه وتعالى قال الست بربكم، وهي تكلمنا عنها، قالت الناس بلى، فمنها من كان صادق ومنها من كان كاذب. هلا ليوضع على فتنه ان كان صادق مع الله من الابتداء شو بيختار؟ عادة ما يختار الحلال، عادة ما يختار الطاعة. أما اللي كان كاذب أمام الله سبحانه وتعالى لما يوضع على أمام فتنة شو بيختار؟ بيختار عادة المعصية. ليش؟ لأنه المعصية عادة ما تؤدي إلى نعمة، عادة. يعني واحد ليش بيكذب؟ عشان يتحصل على مال أكثر أو على جاه أكثر أو على سلطان أكثر أو على مربح أكثر. واحد في السوق بيحلف لك يمين انه هذه راس مالها مثلا 10 دراهم، وشو بكون راس مالها؟ درهم ولا درهمين. ليش كذب؟ معناه عشان تحصل على مربح اكثر، وهذا غير جاز. فالفتنه اخواني بتقسم الانسان او بتخلينا نقدر نستدل على انه هذا الانسان اما كان من الصادقين اللي صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، او كانوا من الكاذبين اللي كذبوا على الله سبحانه وتعالى. هلا معناه اذا انا شفت إنسان انوضع أمام امتحان وصبر في هذا الامتحان وأطاع الله سبحانه وتعالى وما عصى الله سبحانه وتعالى، شو بسوي؟ بزكيه وبشهد له بالصدق، وأأمل أنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله يوم القيامة. ولكن إذا هو اختار أنه هو يعصي الله سبحانه وتعالى وهو بين قوسين بحط غير مضطر، يعني ما في واحد مهدده بسيف زي اصحاب الاخدود على رقبته، مش مضطر انه هو يكذب وكذب، فشو بعرف؟ بعرف انه هذا من الاشقياء من اهل النار. طب نيجي للصادقين. الصادق هلا انسان فتن واختار انه يكون صادق يطيع الله سبحانه وتعالى ما يعصي الله سبحانه وتعالى، هل انتهت احداثه؟ نقول لا، هذا الانسان الصادق يعني يجب أن يتعرض إلى أمور أخرى غير الفتن. يعني إحنا البشر المشين في الدنيا نتعرض إلى أحد ثلاثة أمور رئيسية، الفتنة تكلمنا حاليا عنها، وقد نتعرض إلى أمر آخر شو بنسميه؟ بنسميه المصيبة. المصيبة شو هي المصيبة؟ تكلمنا إخواني في درس سابق في المصائب والابتلاءات، وقلنا في قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أي معصية، طاعة،
تعصي فيها الله عز وجل في هذه الدنيا؟ إن كنت من السعداء من أهل الجنة من الصادقين، هون شو بنقول؟ الصادقين. إن كنت من الصادقين إن عصيت الله سبحانه وتعالى شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يبدلك العقاب، بدل ما يكون في نار جهنم لفين؟ بعجل لك إياه أنه يكون في الدنيا، بعجل لك إياه أنه يكون في الدنيا. عشان هيك كون الله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان يعجل له العقاب في الدنيا تخفيفا عن عذاب النار في